السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام. كنا اتكلمنا في فيديو لاحق في فيديو سابق عن زراعة وإنتاج النخيل واقتصاديات إنتاجه، وبدأنا نقول إن نبات النخيل ده مربح جدا جدا. ممكن الفدان عندما يصل لمرحلة الإثمار التجاري يصل ربح الفدان إلى 250,000 جنيه، وكنا قلنا ان طبعا ده في حالة ان انت لو زارع 65 شجرة في الفدان، يعني مسافة الزراعة 8 في 8 زي ما احنا شايفين كده، مسافة الزراعة بين النبات ده والنبات ده 8 متر في الصف الواحد، وبين النبات والنبات اللي هو في الصف الاخر 8 متر، يعني 64 متر المربع ده عبارة عن 64 متر اللي هو بين الـ4 شجرات ده. يعني لو حسبت قسمت 4200 اللي هي مساحة الفدان على 64 هتديك 65 نبات وستة من عشرة. قول 65 نبات في الفدان، 65 نبات، لو كل نبات اداني 10 سباطات بس لما بيصل للإنتاج التجاري، السباطة وزنها 20 كيلو جرام، هتحسب 10 سباطات في 20 كيلو جرام أو 25 كيلو جرام، ممكن يوصل لحد 30 كمان كيلو، خليها بس متوسط 25 كيلو، يعني 250 كيلو جرام في 65 للشجرة الواحدة، في 65 نبات في الفدان يعني حوالي 16 طن. 16 طن دول لو بعت الكيلو بـ20 جنيه يعني الفدان هيعمل معاك حوالي 325,000 جنيه. لو اتباع بـ10 جنيه يعني نهار ما يبقى سعره مضروب خالص على الشجرة، هيعمل الفدان حوالي 165,000 جنيه. فدان الواحد، فدان نهار ما يقول ان انا صرفت وصرفت مصاريف كتير مش هيزيد عن 20,000 جنيه، عمليات خدمة وري وتسميد وعمالة وما الى ذلك مش هيزيد عن 20,000 جنيه ان شاء الله. يبقى كده ربح الفدان بيزيد عن 250,000 جنيه. تمام، احنا اتكلمنا عن الشجر ده المرة اللي فاتت واتكلمنا عن اقتصاديات انتاجه، هنبدأ النهاردة بقى ان شاء الله نتكلم عن عملية التلقيح. طبعا النبات ده هو بدأت عملية الإثمار في النبات. احنا كنا قلنا ان النبات اول ما بزرعه بعد سنتين بيبدأ يديني محصول اللي هو محصول الفسائل. محصول الفسائل بيتميز انه بيتعدد انتاج الفسائل في هذا النبات لانه بينتج فسائل كتير. الفسيلة من ده زي ما احنا شايفين كده كمية فسائل قد ايه حوالين النبات، الفسيلة من دي بتعمل 1200 جنيه لحد 1500 جنيه، الفسيلة الواحدة. يعني هو بيديني محصول من أول ما بزرعه، يعني بيديني إنتاج. بيبدأ بقى يديني الإثمار دوت بعد من 3 إلى 4 سنوات. خلاص، هو طبعا ده عمر النبات ده حوالي 5 سنوات أهو، لأن ده في أرض طينية والأرض الطينية بتغذي ابنها فبيتأخر في الإثمار، بتديله غذاء فالنمو الخضر بتاعه بيبقى زايد فبيتأخر في الإثمار. بدأت أهوت أول عمليات التبشير وأول بداية الإثمار في النبات أهوت، بدأ يديني محصول اهوت وان شاء الله يبقى محصول مبشر. وطبعا عاملين له عملية التلقيح زي ما احنا شايفينها بالطريقة دهيت اهي، بنجيب الشماريخ المذكرة اهي وبنبدأ نحطها مقلوبة على الشماريخ المؤنثة بتاعت النبات وتتربط بالشكل اللي احنا شايفينه ده، علشان يبدأ بقى حبوب اللقاح تنتشر على الشماريخ المؤنثة وتبدأ تلقح المبيض ويبدأ يديني ثمار ما هيش صيص ويديني ثمرة ذات جودة كويسة. طبعا هو النبات زي ما احنا شايفينه. ايه بقى العمليات اللي انا بينصح اجراءها؟ احنا حاليا طبعا في بداية موسم النمو، ايه العمليات اللي بينصح باجراءها في هذه الفترة؟ اول حاجة ان انت عملنا عملية الخدمة واضفنا السماد البلدي والسوبر فوسفات والكبريت وسلفات البوتاسيوم حوالين النبات. وطبعا بنلاحظ بقى لازم نتابع باستمرار حشرة سوسة النخيل. بنبدأ بقى ممكن نرش في الفترة بتاعت التزهير دهيت، ممكن نرش ايه، نرش زنك وحديد ومنجنيز، وخاصة عنصر الزنك ده هو بيساعد على تكوين هرمون اسمه هرمون الأوكسين، ده بيساعد على استطالة خلايا النبات وبيبدأ بقى يديني نمو جيد وبالتالي برضه تلقيح جيد. بالنسبة بقى أيضا عنصر البورون ده عنصر مهم جدا برضه في عملية التلقيح، لازم
اضيف البورون لان بيساعد على نشاط وحيويه حبوب اللقاح، وبالتالي بيديني ثمار جيده وعمليه تلقيح جيده. طبعا الظاهره اللي ظاهره دهيت دي ظاهره خطيره جدا، هي لازم نلاحظها. ده بيسببها مرض اسمه الفيوزاريوم، ودي مشكله كبيره جدا. لازم ان احنا نرش مبيدات فطرية باستمرار، لأن أدام قلب الشجرة مات كده يعني عليه العوض، لأن ده نبات برعم طرف واحد وقلبها مات، يعني الشجرة دي عليها العوض. هنبقى نعمل فيديو عليها بعدين. المفروض بقى بنرش لها مبيدات فطرية زي الريزو إن والتوبسين، وممكن نرش برضو الريزو ليكس ومبيدات فطرية بحيث إن أنا ما يظهرش عندي هذه الظاهرة، بالإضافة لمتابعة حشرة سوسة النخيل الخطيرة. يتم عمل خراطيم بالشكل ده، ويتم إضافة السيديال، وده مبيد كويس جدا في مكافحة حشرة سوسة النخيل، ويتم الاهتمام بعملية الري والتسميد جيدا. يبقى أنا الفترة ديت بكون ضايف عمليات الخدمة بتاعتي مسبقا. الفترة ديت ببدأ أرش عناصر صغرى حديد وزنك ومنجنيز، بتابع أي إصابات حشرية برشها بالمبيدات الحشرية، ولازم يكون عملية الرش برضو جيدة. برش عناصر صغرى على النبات، وأهم عملية وهي عملية التلقيح لازم أعملها أول ما الشمراخ الزهري يتفتح مباشرة، بحيث إن أنا ألقح كل البويضات قبل عملية العقد علشان تديني محصول جيد وطعم جيد للثمار. بعد كده بقى هنبقى نتكلم ان شاء الله في فيديو اخر عن عملية الخف، وعلشان احصل على كواليتي او جودة عالية للثمار بتاعت نبات النخيل. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو اعجبكم الفيديو ادعمونا بالاشتراك في القناة وشير ولايك، والسلام عليكم.